أحسن الله إليكم. يقول السائل من اليمن: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ وهل أيضا على الذهب المكنوز أيضا زكاة؟ الذهب المكنوز نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي آخر. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ومضرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو الذي لا تؤدى زكاة، أما الذي تؤدى زكاته فليس بكنز. أما الذهب الذي يلبس فالصحيح أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، وهذا قول جماهير أهل العلم.